فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقد يكون المقاتل يقاتل حمية وعصبية لقومه ولو كانوا على باطل، ولو كانوا على باطل، فإن الواجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: أن تكفه عن الظلم فذلك نصره. فإذا رأيت من قبيلتك أو من قريبك أنه باغ ومعتد فلا يجوز لك أن تساعده، بل يجب عليك أن تكفه عن العدوان، فإن أبى فإنك تعتزل عنه ولا تساعده على العدوان، فإن ساعدته فهذا من باب العصبية ومن باب الراية العمية والجاهلية، وأنت تكون متصفا بصفة من صفات الجاهلية الذين يقاتلون للعصبيات. فالقتال في الإسلام إنما يكون لأحد هذه الأغراض: إما لنشر الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض، وإما لدفع العدوان سواء كان من الكفار أو من المعتدين على المسلمين. وأما أن يكون القتال لسفك الدماء والعصبيات وانتصار طائفة على طائفة فهذا من أمور الجاهلية. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. شوف، أصلحوا بين أخويكم، وانظر كيف جعلهم أخوين، المعتدي والمعتدى عليه، وأمرنا بالإصلاح بينهم، فلا نتعصب مع المعتدي ونعتبر المعتدى عليه أنه ليس أخا لنا، هذه عصبية، كلاهما أخ لنا، المعتدي والمعتدى عليه. الواجب أن نسوي النزاع بينهما وننهي الخلاف. أما أننا ننضم إلى المعتدي فهذا هو العصبية، وإذا انضممنا إلى المعتدى عليه فهذا من باب دفع الظلم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.